ازيك يا اصحابي، عاملين ايه النهارده؟ كويسين الحمد لله. ازيك يا عاطف، عامل ايه النهارده؟ وحشتينا. وانت كمان وحشتيني. عامله ايه يا روضه؟ الحمد لله. الحمد لله، وحشتوني كتير، واصحابنا كلنا اللي بيتفرجوا علينا وحشوني كتير. اهلا بيكم في قناه واو تيم، معاكم اسم نرمين. هنبدا اول حلقاتنا النهارده مع حرف ايه؟ الالف. حرف الالف يا عاطف. بس انا احكي لكم حدوته الاول. كان يا مكان كان فيه ولد صغير اسمه احمد، خرج مع مامته في الحديقة، وهو ماشي شاف ايه؟ شاف ايه يا ترى؟ هقول لكم، شاف ارنب. بعدين ما قعد يشاور عليه، فمامته قالت له ده اسمه ارنب. فقعد يشاور عليه، احمد صغير ما لسه ما بيعرفش يتكلم، قعد يقول أ ده صوت حرف ايه؟ الالف يا رودة. برافو عليك يا عاطف، ده صوت حرف الالف. شايفين شكله يا اصحابي؟ عارفين نكتبه ازاي؟ واحد واقف مظبوط وفوق راسه همزة. بكتبها ازاي الهمزة يا عاطف؟ نص دايرة وبرجع لورا. برافو عليك يا اصحابي، اكتب كده معايا في الهوا يا روضة. ها، واحد واقف مظبوط ونص دايرة وارجع لورا. وانتوا كمان يا اصحابي اكتبوا معايا فوق في الهوا، ارفع ايدك فوق. واحد واقف مظبوط ونص دايرة وبرجع لورا. تعرفي يا حبيبتي تكتبيها على التيبل؟ وريني كده بنكتبها ازاي. نعمل السطر بتاعنا. برافو عليك. ولازم يا اصحابي نكتب حرف الالف على السطر، نص دايرة ونرجع لورا. لا يا روضتها كده غلط، لازم كده يا اصحابي، كده ما ينفعش. اعملي كده السطر بتاعنا. برافو عليكي. اقف فوق فوق، انزل اقف على السطر واكتب فوق ايه؟ نص دايرة وبرجع لورا. برافو عليكي يا روضة. تعالوا نوري لاصحابنا حرف الالف بيتكتب ازاي. ده السطر بتاعنا، اقف فوق وانزل اقف على السطر وفوق راسه الهمزة، نص دايرة وبرجع لورا. ده شكل حرف الالف يا اصحابي. طيب في كلمات هنا كتير، فين حرف الالف فيها؟ هنعرف؟ تعالي يا روضة كده وريني فين حرف الالف. لا يا عاطف، هي روضة اللي هتقول. لا يا عاطف، روضة شطورة. برافو عليك يا روضة. فين كمان هنا؟ برافو عليك. وايه كمان؟ شايفين يا اصحابي ده شكل حرف. طب وده يا روضة، ده مش الف؟ برافو، ده برضو شكل الحرف الالف. شاطرة يا روضة. بعدين يا اصحابي ده حرف الالف وعرفنا بيتكتب ازاي. طيب حرف الالف النهاردة زعلان، عارفين زعلان ليه؟ عشان ما بيخرجش. تيجي نوديه في رحلة يا عاطف؟ انا معاكي. هتيجوا معايا؟ طب تعالوا معانا مع حرف الالف، هنشوف هنوديه فين. هنوديه رحلة للفصول الاربعة. عارفين ايه هي الفصول الاربعة؟ فصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف وفصل الشتاء. ده يا اصحابي شكل فصل الربيع. هناخد حرف الالف نوديه ايه؟ فصل الربيع. هيلاقي ايه فصل الربيع؟ هيلاقي في زهور وفراشات والجو جميل والشمس جميله خالص. عارفين شكل الشمس؟ شكل الشمس مدوره، صح يا اصحابي؟ ايوه مدوره. ده شكل الشمس مدوره، صح يا اصحابي؟ انا بحب الشمس. اول ما نشوف الدايره المدوره دي نفتكر على طول الشمس، نفتكرها بحركة ايه؟ السكون. حركة ايه؟ السكون. ويبقى صوته ايه حرف الالف؟ بيبقى صوته أ. بيبقى صوته ايه يا اصحابي؟ أ. لا، كلنا نعمل ايدينا زي كده. أ. برافو يا روضة. بيبقى صوته أ. 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 أ زي ايه يا اصحابي؟ حد يعرف دي صورة ايه؟ قول يا عاطف دي صورة ايه؟ رأس. برافو عليك يا عاطف. ده شكل حرف الالف وفوق راسه السكون، نفتكرها على طول بالشمس المدوره زي كلمه راس. راس. برافو. ودي كانت رحلتنا في فصل الربيع. نيجي بعد كده رحلتنا في فصل الصيف. كل شايف فصل الصيف؟ كلنا بننزل البحر في فصل الصيف، بس الشمس بتبقى صعبه قوي، صح؟ جينا حرف الالف عشان نخبيه من الشمس، حطينا فوق راسه ايه؟ فتحة. حطينا كده ايدينا فوق راسنا. ايه ده؟ انا بحط قبعة على راسي باسم مين؟ حرف الالف مش هيعرف يلبس قبعة يا عاطف. امال هنحط فوق راسه فتحة. كلنا يا اصحابي نحط ايدينا فوق راسنا ونفتح بقنا ونقول نقول ايه؟ ده صوت حرف الالف
في فصل الصيف وفوق راسه ايه؟ فتحة بنخبيه من الشمس ونقول ايه؟ فتحة بقي وايدي فوق راسي بقول اسد. تعرفي يا اصحابي ايه كمان بحرف الالف؟ الف فتحة اسد. طب وايه الالف ايه كمان؟ ارنب. برافو. طب وايه كمان؟ لا اسنان. برافو عليك يا روضة. اسنان اسد ارنب. برافو عليك يا اصحابي. طب خلصنا رحلتنا في فصل الصيف، دخلنا في فصل ايه؟ لا فصل الخريف. في فصل الخريف يا اصحابي بيبقى فيه هوا شديد قوي، وورق الشجر من كتر الهوا بيقع في الارض. فحرف الالف هنعمل معاه ايه؟ هنجيب له طياره. عارفين الطياره الورق؟ وحرف الالف كمان يا عاطف بيحب الطيارات. هنقوم جايبين ايه؟ الطياره. الحرف الالف هيمسكها في ايده يا روضه ونمشي بيها. نعم يا عاطف. برافو. حرف الالف يا اصحابي هيطير طيرته ويقول ايه؟ برافو. طيرته ضمه. برافو عليكي. شايفين بق يا اصحابي؟ لازم بقنا يبقى مضموم. بقك مضموم، ايدك مضمومه، عشان كده يا روضه اسمها ايه؟ ضمه. اسمها ايه يا اصحابي؟ ضمه. كلنا كده نعمل صوت الف ضمه. طب ايه؟ اسد. لا اذن. برافو عليك يا روضه. اذن. يا عاطف شاطر. برافو عليك. اخطبوط. لازم بقنا يبقى مضموم وايدينا مضمومه، صح يا روضه؟ اذن. اخطبوط. برافو عليك يا اصحابي. خلاص خلصنا فصل الخريف، دخلنا في فصل ايه؟ الشتاء. بيبقى الجو ايه؟ بيبقى الجو برد قوي، صح؟ صح يا روضه؟ صح. طيب برافو عليكي. ثلج. لما بيبقى الجو برد جدا يا اصحابي الدنيا بتشتي ايه؟ ثلج، وبيبقى فيه ثلج كتير في الارض. حرف الالف لقى ثلج كتير في الارض، طلع بسرعه بسرعه يعمل ايه؟ لبس زلاجه في رجله، صح؟ بيبقى تحت، عشان كده ايه؟ كسره. الكسره. شاطر يا عاطف. الكسره بتبقى تحت زي حرف الالف. لبس الزلاجه بتاعته عشان يتزحلق بيها على الجليد ويقول ايه؟ يقول ايه يا اصحابي؟ لازم ايدك كده، لازم ايدك كده تبقى هنا ونقول ايه؟ بقك مكسور وايدك تحت عشان الكسره بتبقى تحت حرف الالف، ونقول ايه يا عاطف؟ كلكم معايا يا اصحابي نقول ايه؟ طيب ايه يا عاطف؟ تعرف ايه؟ قول يا روضه. برافو عليك يا رب. ابريق. برافو عليك يا عاطف. ابره. انتوا شطار جدا، وانتوا كمان يا اصحابي عارفين حرف الالف كسره صوته اشاره ابره ابريق. برافو عليك يا اصحابي. كل شايف حرف فصل الشتاء؟ كلنا عرفنا صوت حرف الالف وهو فوق راسه السكون صوته ايه؟ صوته ايه؟ راس. حرف الالف فوق راسه فتحه اسد يا اصحابي. طيب حرف الالف فوق راسه ضمه اذن اخطبوط. حرف الالف طبعا الهمزه تحت عشان في كسره، يبقى اشاره. قول يا روضه. ليه الهمزه بتاعت الكسره نزلت تحت؟ علشان احنا بنلبس الزلاجه تحت، تحت الالف، يبقى الكسره تحت الالف. برافو. تعرفوا تقولوا كده معايا يا اصحابي؟ برافو. وانتوا كمان يا اصحابي قولوا معايا برافو عليك يا اصحابي. احنا كده خلاص خلصنا فيديو النهارده، وعرفنا شكل حرف الالف، وعرفنا صوت حرف الالف، وعرفنا الكلمات على صوت حرف الالف وهستناكم فيديو جديد وحلقه جديده في واو تيم. انا بحبك قوي يا ميس، وانا كمان بحبك يا عاطف. كلنا نبص لاصحابنا ونعمل لهم باي. باي يا اصحابنا.